قناة إيميوم. النهاردة هنعرف مع بعض إزاي نعمل صوص الملوار اللامع، وهنعمله بالشكل الرخامي زي ما احنا شايفين كده، وهنعرف مع بعض المقادير الصح المظبوطة إن احنا نطلع بيها أحلى صوص ملوار، مع الملاحظات كمان اللي احنا محتاجين نعرفها. هنحتاج 60 ملي مية باردة، هحط عليهم 15 جرام جيلاتين بودرة وهسيبهم على جنب. وهجيب حلة وأحط فيها 125 جرام سكر وستين ملي مية، مية خمسة وعشرين جرام عسل جلوكوز. هحطه على النار وهقلبه لغاية ما عسل الجلوكوز والسكر يدوب في المية. وهسيبه يغلي لغاية ما يوصل لدرجة حرارة 103 سلسيوس. بعد ما يوصل لدرجة 103 مئوية هشيله من على النار. وهضيف عليه الجيلاتين اللي انا حضرته علشان ادوبه معاه. ومية خمسة وعشرين جرام شوكولاتة بيضة، ممكن نستخدم اللي هي الشيبس الصغيرة او ممكن نستخدم شوكولاتة بيضة قطع، بس احنا نقطعها قطع صغيرة جدا او نبشرها علشان احنا مش هنحط الخليط تاني على النار، عايزينها بس تدوب على حرارة المية اللي احنا سخناها او غليناها في الفرن. هفضل اقلب فيها كده باستمرار لغاية ما اتأكد ان هي دابت تماما. هضيف عليهم 80 جرام حليب مكثف محلى، نيجي بقى الإضافة البسيطة اللي بتنقل المروار نقلة تانية خالص، هي جل التلميع. هنحط 50 جرام جل التلميع. جل التلميع ده هو اللي بيستخدم لتغطية الفاكهة في تورتة الفاكهة، اللي هو بيبقى الطبقة اللي بتلمع دي الشفافة اللي بتبقى فوق الفواكه، فهو بيتباع في محلات خامات الحلواني أو ممكن إن احنا نعمله في البيت. بعد ما نجهز صوص المروار هنسيبه لغاية ما يبرد لدرجة حرارة 35 سلسيوس، مينفعش ان احنا نستخدمه وهو سخن، لازم يبرد 35 سلسيوس. انا هنا هستعمل لون اصفر وهقلبه نص تقليبة كده بس عشان يديني الشكل الرخامي، مش هدوبه تماما، بس لو احنا عايزين الشكل الرخامي يبقى واضح جدا نستخدم لون غامق قوي مع الابيض علشان يبقى واضح وملحوظ، ممكن نستخدم اسود ازرق احمر مع الابيض فهيبقى واضح يعني، لكن هو الاصفر يعتبر لون مقارب شويه للابيض فمش مديني قوي الافكت الرخامي الملحوظ، بس هي نفس الطريقه احنا، بس الفرق ممكن ان احنا نستخدم لون غامق هو اللي هيدينا نتيجه اقوى من دي. وصوص المروار بيتحط على تورتة موس تكون متجمدة،
او ممكن برضو تورته تكون متغلفه بالكريمه وتكون بارده جدا، ويفضل برضو تكون مجمده علشان ما يسيلش كله كده من على التورته ونلاقي ان هو ما مسكش في التورته او ما فضلش ثابت على التورته، فلازم تكون هي مجمده علشان اول ما ينزل عليها كده واحنا بنصبه تدي درجه حرارته تقل ويبرد ويمسك على طول في التورته ما يبتديش يسايل كتير. هو طبعا لازم يبقى فيه اجزاء زياده هتسيل، بس انا قصدي في الاخر ان يبقى فيه طبقه كويسه من الصوص فوق التورته. وبكده تبقى خلصت وصفتنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.